صدرت الذكرى الثانية لتظاهرات 25 من تشرين الأول تدوينات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مذكرين بشعارات الحراك الشعبي التي نادت بتخليص الوطن من براثن الفساد وآفة المحاصصة. واستذكر مدونون وناشطون أكثر من 800 شهيد وعشرين ألف جريح ممن سقطوا في الأحداث التي سبقت وتلت 25 من تشرين الأول عام 2019، مجددين شعارات الإسراع بمحاكمة قتلة المتظاهرين وبإنزال القصاص العادل بحقهم إلى جانب إنهاء المحاصصة وإصلاح العملية السياسية، مؤكدين أن هذه الشعارات ستجدد ما لم تتحقق جميع المطالب.